موجز لأهم الأنباء من قناة النبا، أهلا بكم. أعلن رئيس لجنة الحوار التابع لمجلس النواب عبد السلام نصية إنهاء تعليق مشاركتهم في جلسات الحوار بتونس، وأعلن نصية في بيان مصور ليلة الأربعاء استئناف جلسات لجنة الصياغة الموحدة المشكلة من الطرفين بداية من اليوم الخميس لاستكمال التعديلات على الاتفاق السياسي. وأرجع نصية إعلانه إلى استلام المبعوث الأممي غسان سلامة ردودا مكتوبة لمطالبهم من وفد مجلس الدولة. في ذات السياق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا نجاح المشاورة الداخلية بين أعضاء الوفدين في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، وأكدت البعثة عبر موقعها الرسمي الأربعاء وجود توافق بين أعضاء اللجنة بشأن فصل السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي ومجلس للوزراء، مشيرة إلى أن اللجنة اتفقت على تحديد حجم المجلس الرئاسي ليقتصر على 3 أعضاء، فضلا عن وضع آلية لعملية صنع القرار في المجلس ومعايير ترشيح أعضائه. أشاد مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني بجهود الصلح في مدينة الزاوية، داعيا كافة المدن الليبية أن تحذو حذوها من أجل حقن الدماء وتجنب الحروب. كما استنكر المفتي صمت العالم إزاء حصار مدينة درنة، قائلا إن تحرير المدينة من عناصر تنظيم الدولة هو أحد الأسباب التي قادت المجموعات التي وصفها بالمفسدة والمجرمة إلى حصار المدينة. طلب المجتمعون بالمجلس البلدي طبرق الأربعاء بإعادة فتح ميناء طبرق البحري من جديد بضوابط أمنية مشددة. وعقد الاجتماع بقاعة اجتماعات المجلس البلدي طبرق لبحث إقفال الميناء وتحويله إلى ميناء محلي، وما أثره من ردود فعل غاضبة من الكثير من الأهالي وخاصة شركات النقل والمناولة والمخلصين الجمركيين بالميناء لاعتماد عملهم على البواخر والناقلات الدولية. يذكر أن قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر خاطب رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة في 12 أكتوبر الجاري بتحويل ميناء طبرق البحري من ميناء دولي إلى محلي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.